أصدر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل، وألزم المنشآت وأصحاب العمل بتوضيح حظر التدخين في أدلة رسمية موجهة للعاملين والزوار، كما أوجب القرار الإعلان عن ذلك في الأماكن الظاهرة. لحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معي في الاستوديو الأستاذ عبد اللطيف القطاع، مستشار بالتحول المؤسسي وتحسين بيئة العمل. أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عبد اللطيف. طيب في البداية أستاذ عبد اللطيف، ما أهمية قرار وزارة العمل بمنع التدخين داخل المنشآت؟ في عدة فوائد من هذا القرار. هو طبعا القرار أصدر على من وزارة العمل في القطاعات الخاصة، وسبق أنه أصدر على القطاعات العامة من أمر ملكي سبق أن صدر في هذا الموضوع. يهدف هذا القرار طبعا لتعزيز الصحة المهنية للموظف، اللي هي تحتوي على الصحة النفسية والجسدية، واللي هي أصلا تنبثق من هدف تحقيق التوازن من الحياة والعمل، إنه مجرد ما إنك تهتم بصحة الموظف هذا الشيء بيرفع من مستوى الرضا عنده ومستوى الولاء بشكل كبير. طيب أستاذ عبد اللطيف، لما نتكلم عن منع التدخين في بيئة العمل سواء كانت القطاع الخاص أو العام، قديش هذا الشيء ممكن يحسن من الإنتاجية، إنتاجية الموظف، وقديش هي ممكن تخدم هذه المنشأة؟ أنا مثلا وبتكلم إني أنا أمنع التدخين من هذا لأنه ممكن يكون مؤثر أو يضايق الناس اللي ما بيدخنوا، بس الشخص اللي بيدخن يعني ما أتوقع أنه هو ممكن يتأثر من شخص أو زميله بيدخن. هو في الأخير يعني المدخن حريته تنتهي عند حرية الآخرين. نعم صحيح. أنك أنت تكون حر، أنك أنت تضر نفسك، هذا الشيء خاص، قرار خاص فيك. تمام. بس أنك أنت تضر غيرك، أتوقع هذا الشيء خالف الاحترافية والمهنية في العمل. صحيح. ممكن المنظمة يعني تعتمد على ثقافة المنظمة، أنا ما أنصح بالشيء ذا، ولكن هو يعتبر أفضل إنه لو يكون في غرف خاصة للتدخين أو أماكن مخصصة للتدخين بعيد عن المنظر العام، الحفاظ على المنظر العام. أفضل من إنه نترك الموظفين يطلعوا يدخنوا خارج المنظمة مثلاً، أو يستهلكوا وقت طويل، أو صحيح. يعني يشوهوا البيئة بالسجائر المرمى على الأرض. فأتوقع أنه في حلول أفضل لتحسين بيئة العمل في الموضوع هذا يعني. جميل. طيب أستاذ عبد اللطيف، إذا جينا بنقول أنه الشخص يدخن له 20-15 سنة، فجأة حتى لو الشركة الآن بتقرر كانت مسموح مثلا أنه تدخن بالمكاتب الموظفين أو أيا كان، احنا خلي أنا مش مع التدخين، بس أنا بنفس الوقت أنه حتأثر على إنتاجية الموظف، يعني الموظف رح ياخذ وقت بين أنه ما يطلع لين مثلا نقول أنه بالباركينج أو مثلا في أي مكان خارجي مفتوح يدخن فيه، بياخذ وقت ما حيأثر على إنتاجيته. أنا أعتقد أن أول شيء قرار مع وزير العمل في الموضوع هذا بيعزز جهود وزارة الصحة وزارة التجارة في التضييق على ظاهرة التدخين، لأنه هذا الشيء بيتقاطع مع أهداف 2030 أنه رفع مستوى جودة الحياة. وزارة الصحة عندها خطة أنها ترفع مستوى متوسط الأعمار من 74 إلى 80 عام في نهاية 2030 إن شاء الله. فإحنا لما نساعد المدخن انه اول شيء مثلا موضوع رفع الاسعار، موضوع وضع القوانين هذه، بنساعده انه اول شيء انه لو انا فتحت التدخين في العمل، الموظف نفسه بدل ما يدخن سيجارتين في اليوم كان حيدخن ممكن 20 سيجاره. هذا الشيء حيضر زملائه وحيضر نفسه بشكل كبير. فانا هذا الشيء مو فقط بيساعد في تحسين بيئه العمل او بيريح نفس الموظفين الباقيين، لا، بيساعد الموظف نفسه انه يحاول يقلع عن هذا الشيء يعني، ويكون فائده على صحته وصحه الناس اللي حواليه يعني. مع انه والله يا استاذ عبد اللطيف يعني الموضوع حيصير بالعناد، بالعكس هو لما حيطلع برا في الاماكن الاوت دور او في الاماكن المخصصه حيدخن، بدل ما كان يدخن سيجاره حيدخن 4-5 ويدخل مره ثانيه يكمل شغله. يخزن. بالضبط، يخزن. اتوقع انه في الاخير يعني لما انت تشتغل على كذا جانب بالتوازي، الموظف في الاخير حيوصل لمرحله انه يبدا يفكر انه يشوف اول شيء سعر الدخان مرتفع، مضيق عليه من كل مكان، يبدا يشوف انه غير الاشياء السلبيه اللي قاعد ياخذها من الدخان، حيبدا يعيد التفكير في 1000 مره في الموضوع ذا انه يبطل الدخان. وكثير ناس وعاده نشوف المجتمعات المتقدمه، الدول المتقدمه، الاماكن والشركات الاحترافيه قدرت تتغلب على هذا الشيء، وتلاقي الشيء ذا شبه معدوم. اكيد. طيب استاذ عبد اللطيف، احنا نبي نتكلم برضه عن الموضوع ده مع المختصين واصحاب المبادرات والجمعيات لمكافحه التدخين، ورحب بضيفي عبر الهاتف الاستاذ عبد الله العثيم، عضو بجمعيه كفا لمكافحه التدخين. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الله. حياكم الله، اهلا ومرحبا. اسعد الله مساكم كل خير وبركه. انا طبعا مؤسس جمعيه كفا للتوعيه بالتدخين المخدرات في منطقه مكه المكرمه. هلا وسهلا استاذ عبد الله. في البدايه اهميه قرار منع التدخين داخل المنشات كيف تشوفه؟ والله انا اشوف انه الفكره اساسا
انه مساعده المدخن قدر الامكان في الاخلاء عن التدخين او على الاقل التقليل من التدخين. صحيح. اولا حفاظا على صحته، ثانيا توفير الماده التي تنفق في هذا المجال، ثانيا منعا لانتشار ظاهره ما يسمى بالتدخين السلبي، وهو تدخين او ضرر يعني يتعدى اثر وضرر الى غير المدخن. فكونوا يعني حد ويكون منطقة محددة أيضا لا شك، مثل ما تفضل من تكلم قبلي أنا ما تابعت بشكل إلا في الأخير بأنه مساعدة له للحد من التدخين. صحيح قد يكون يطلع يعني في يأخذ جزء من وقت العمل، لكن إحنا عندنا أهداف أكبر من قضية العمل، يعني يأخذ 10 دقائق ولا 5 دقائق، لكن هذه ما تضر على العمل، حتى انه يعني التدخين لما يكون داخل المكتب سيكون تدخين سلبي حتى لغير المدخنين، وفرصه له انه يدخن باستمرار طول ما هو جالس، لكن فتره صغيره ويرجع هذه تساعده على انه يقلل من التدخين. نعم، طيب هنا يعني كلامك ياخذني لسؤال اخر، يخليني اسالك كم عدد المدخنين حاليا؟ هل العدد ما زال في ارتفاع؟ خصوصا انه يعني من فتره كان في دراسه تقول انه النسبه ارتفعت بسبب انه السيدات صاروا بيدخنوا كمان، ومع الوقت نسمع انه حتى الصغار بالسن كمان صاروا بيدخنوا. فعلى حسب ما انا اعرف انه الاعداد بتزيد، وانا اتمنى تقول لي غير كذا. والله لا ابشرك يعني والاخوه المستمعين انه مع ارتفاع سعر التبغ والتدخين هناك من تراجع الحقيقة وفكر بشكل جدي انه يقلع. بالفعل يعني انا اشوف الاعداد المتزايدة والتي تأتي الى عيادتنا، عيادة مكافحة التدخين سواء ما كان منها السابقة او المتنقلة، ان العدد كثر بالنسبة لمن يأتوا ليطلب العلاج ويساعد في الاقلاع عن التدخين. فهناك يعني انا اعرف اكثر من شخص اقلعوا عن التدخين، ما في شك التوعيه زادت عندهم، غلاء السعر له اثر كبير في تفكير جدي في الاقلاع. صحيح مثل ما تفضلتم انه هناك مع الاسف الشديد في اقبال من السيدات والبنات على التدخين، وان كان شيء يعني ما هو يعني ظاهره تذكر بشكل كبير، لكن يوجد يعني حقيقه عشان لا ينكر، واولياء الامور يعني نطالب منهم انه يعني يقوم بدورهم بالتوعيه او يزوروا المقرات الجمعيه في وفروعها المنتشره في مكه المكرمه والطائف والقنفذه والليث وبحرة، هذه كلها عندنا طبعا عيادات متنقله، ممكن في اي مناسبه في اي تجمع العياده تنتقل عندهم الى حدهم وتساعدهم في الاقلاع عن التدخين. جميل، طيب استاذ عبد الله خليني اسالك، يعني الاشياء اللي ذكرتها احس هالقرار هذا ساعد شوي الناس انهم يخففون تدخين، بس ما ذكرت لنا النسبه بالضبط، كم نسبه المدخنين بلغت الان؟ او الاحصائيات عن نسبه المدخنين؟ والله ما في احصائيات دقيقه. ما في دقيقه. لانه ما هناك يعني بحث شامل عشان نكون احنا دقيقين ونتكلم معلومات دقيقه. ولا يوجد جهة معينة تتصدى لهذا الأمر بحيث نقول والله نسبة المدخنين مثلا 30% 40%، لا يعني هي متفاوت يعني، ولكن لا يوجد حقيقة يعني نسب يعني دقيقة ومثبتة يمكن أن نذكرها بشكل دقيق. أكيد أستاذ عبد الله العثيم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. نرجع لك مرة ثانية أستاذ عبد اللطيف، يعني إحنا شفنا أنه القرار صدر، أكيد هو طبعا له آثار إيجابية كبيرة جدا، لكن خلينا نقول أنه المدخنين أو المدخن بيفكر طب أوكي أنا ما دخنت، وزي ما حضرتك قلت أنه في البعض مثلا ماخذ حكايته أنه مثلا يروح يدخن سيجارة من باب أنه هو بيتسلى، في بدائل ممكن توفرها بيئة العمل بحيث أنه خلينا نقول تلهي المدخن انه يروح مثلا يدخن سيجاره؟ هو تقريبا غالبا لما نجي نشوف الموظف انه فكر انه يطلع يدخن غالبا ما يكون على اساس التدخين، يكون هو يبغى ياخذ بريك من الجلسه المكتبيه لمده طويله فيبحث عن طريقه، فاذا ما لقي بديل ممكن يشوف ان السيجاره هي حل مناسب انه ياخذ بريك فيها. لو تم توفير
بعض المبادرات، بعض الجهات مثلا سوت ممشى داخل الوزارة، يصير الموظف ممكن يمشي في خلال المشي هذا 10 دقائق ربع ساعة، يأخذ له كم خطوة، يحرق له كم سعرة، يستفيد بشكل كبير. في أحيان تكون مثلا مكاتب، مكتبة صغيرة تكون في المنظمة، أو يكون في مثلا منطقة فيها السوشيال، يعني موظفين كل مجتمع فيها يأخذ له كافي، يقابل الزملاء. ففي خيارات كثيرة إن الموظف، يعني المنظمة تقدر توفر أماكن يأخذ فيها موظف بريك ويرجع يداوم مرة ثانية في مكتبه، فهذه أتوقع تساعد كثير. يعني مشكلة التدخين إنه ما أحد يحس بضرره إلا الشخص اللي لا قدر الله أصيب ببلوى من وراء. يعني قد ما نحاول نتكلم وتكون في توعية، الإنسان يعني يكابر على هذه المخاطر اللي ممكن هو يصاب بها، المدخن تحديدا. وأنا مع هذا القرار، خصوصا أنها هي تخدم صحة الفرد وحتى البيئة بشكل عام. لكن غير التدخين، إيش هي أبرز العوامل المؤثرة السلبية على بيئة العمل؟ طبعا موضوع بيئة العمل موضوع يعني يحتاج وقت طويل للنقاش فيه، لكن تقريبا أبرز الأشياء اللي بتخلي بيئة العمل بيئة طاردة وغير جاذبة، مثلا زي نقص الشفافية في المنظمة، وضعف المشاركة في القرار، ضعف التحفيز، العدالة وليس المساواة، أيضا موضوع عدم إيمان القيادة بأهمية تحسين بيئة العمل، وأهمية أنه هذا الشيء بيرفع مستوى الإنتاجية بشكل كبير، ومرتبط ارتباط كبير بين رضا الموظف والإنتاجية، بالتالي حيرفع مستوى الخدمة، بيرتفع مستوى الأرباح في الشركات. فعدم إيمان القيادة بهذه الأشياء برضه بتضر بيئة العمل، بالتالي ما حيكون في مبادرات، ما حيكون في تواصل فعال بين الإدارات بين بعضها، بين القيادة والموظفين، ما حيكون في ثقة بين الموظف والمنظمة. في أمور أيضا مهتم، يعني موضوع مستوى المسار الوظيفي للموظف، إنه يعرف إيش الكارير باث اللي ماشي فيه في المنظمة، يكون واضح، تكون أهدافه جدا واضحة، وآلية التقييم واضحة نهاية السنة، هذا الشيء بيرفع من مستوى الرضا الوظيفي. أيضا عدم وجود قنوات للتواصل أو الشكاوي، ويكون فيها تعالج بشفافية وسرية تامة، هذا بيرفع مستوى عدم الرضا للموظفين. ففي عدة نقاط كثيرة يعني هي بتجعل المنظمة غير جاذبة، وبالتالي هذا الشيء طبعا بيأثر على سمعة المنظمة، يأثر على مستوى الاستبقاء للموظفين لفترات طويلة. بينما لو تم تحسين هذه الأشياء كلها، حيرتفع مستوى الاستبقاء، حيرتفع مستوى الفخر، حيرتفع مستوى الشعور بالتقدير والاحترام. يعني حكم بيئة طاردة لو ما عرفوا يضبطوا. صحيح. وكمان ترجع للمنظمة نفسها أنه هي بتربح بالنهاية، لأنه إنتاجيتك بتزيد بما أنه موظفينك مرتاحين، مبسوطين بالمكان اللي هم جالسين يشتغلون فيه، ممكن أنه هي تحسن كثير من إنتاجية الشركة نفسها. بس خليني أسألك أستاذ عبد اللطيف، دائما يقولون في خطوات، يعني أنت الآن ذكرت بعض الخطوات، بس أباك شوي تشرح لنا إياها. إيش الخطوات اللي ممكن تساعد على تحسين بيئة العمل، غير أنه هو يكون في غرف للشكاوي، غير أنه يكون لازم يكون في تواصل بين المسؤولين والموظفين، في أشياء كمان ثانية إذا ممكن تذكر لنا إياها؟ خليني بس يعني أسلط الضوء على أهمية تحسين بيئة العمل. قبل فترات سابقة كان تحسين بيئة العمل شيء كمالي، الحين في ظل التسارع والمنافسة العالية بين الشركات، فصار الموظف ما عاد يطالع فقط في الراتب، يطالع في بيئة عمل، يطالع في باكج كامل، يطالع في الموظف، المنظمة إيش حتعطيني من تطوير، من نقل خبرات، فالراتب ما عاد صار كل شيء. فلذلك صارت أهمية التركيز على تحسين بيئة العمل ضرورة ملحة تخلي الشركات تركز فيها وتعتبر هدف استراتيجي ذو أولوية عالية. طبعا أهم الخطوات هذه، من أول شيء يكون في إيمان كبير من القيادات العليا بأهمية هذا الموضوع، ويكون هو هدف استراتيجي يوضع من ضمن الخطة الاستراتيجية، يوضع له KPIs واضحة، مؤشرات لقياس مستوى الجروث والنمو فيها. بعد كذا يبدأ يحلل الوضع الراهن ويقيس الوضع الراهن، يشوفوا فين محاور التطوير اللي تحتاج لتركيز عالي، منها مثلا قياس رضا الموظفين احدى الادوات لهذه المرحله. وتطبيق طبعا مفهوم اداره التغيير والتحول المؤسسي، في عده منهجيات في اداره التغيير على اساس يقدروا تكون عمليه تشاركيه بين الموظفين، لانه هي في الاخير يعني مهمه تحسين بيئه العمل ما هي مناطه فقط باداره معينه. مقابل استاذ عبد اللطيف، يعني الموظف يبغى تقدير، يعني مستحيل تجيك الان، أو مش مستحيل، شبه مستحيل أنه يجيك موظف مثلا عنده أفكار مرة كبيرة للتطوير والأشياء هذه، ما في مقابل بالنهاية، يعني عرفت؟ يعني لأنه قد سمعت بهالموضوع، فأبغى أعرف متى الموظف ممكن يعطيك كل اللي عنده، يبادر هو ويطور هالمنشأة، لما يحس أنه في أي قبول
يعني حيجلس بمكانه، حتى ما في بونص اخر السنه عنده تحفيز. شوفي ساعات الموظفين الجديدين واللي مره طموحين واللي يجوك بشغف يبغون اشياء ماديه، فانت ليش ما تدعمهم بالاشياء اللي ناقصتهم؟ ليش ما كل شركه تعرف ايش ظروف موظفينها وتشتغل عليهم؟ ما تحس هذه كمان هو عدم وعي باهميه هذا الموضوع؟ يعني كثير شركه مثلا بيضيع وقت في انه يبحث عن موظفين بعد الاستقالات والتسرب الكبير، وهذا بيكلفهم شيء جدا عالي. لو هم جو حسنوا بافكار جدا بسيطه، يعني مثال لما نجي انا اسوي مثلا استبيان وطلع لي مثلا احدى المحاور موضوع التقدير، موضوع ففي اساسيات لازم اخلصها، ما ينفع اجي ادخل على الكماليات وانا عندي اساسيات في المشكله. جميل. في البنيه التحتيه كامله، من ناحيه سلم رواتب واضح، من ناحيه سياسات واجراءات واضحه، من ناحيه بيئه تقنيه واضحه، في امور كثيره مهمه اخلص البنيه التحتيه بشكل كامل، بعد كذا اوصل لمرحله لما حتى بعد الرضا في مرحله الحين اللي هي السعاده المؤسسيه، ان انا اوصل الموظف انه يخرج من عملي او يخرج من عمله سعيد وعنده عطاء وطاقه يدي لاسرته، كمان يرجع البيت يرجع اليوم الثاني هو مشتاق للعمل. كيف اوصل للمستوى هذا؟ هذا يبغى له جهد جدا طويل، بس ما هو صعب ولا هو مستحيل، مجرد افكار حتى اشياء قليله ما يحتاج لها كوست كبير تقدر توصل لهذا. بس الاخير هو الايمان القيادات بهذا الشيء هو اللي حينجح. هو اكيد طبعا القيادات مؤمنه بهذا الموضوع، عشان كده بتحاول انها تحسن من بيئه العمل سواء في القطاعات الخاصه او الحكوميه، لانه متى ما تحسنت بيئه العمل، متى ما زادت الانتاجيه، متى ما سرعنا في حصولنا او بلوغ رؤيه المملكه 2030 بحيث انه احنا نكون من مصاف الدول العالميه ولا الاولى. استاذ عبد اللطيف القطاع شكرا جزيلا لك، شرفتنا ونورتنا. اهلا بك. مشاهدينا فاصل ومستمرين من بعده.